العربي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة السيد أشرف القدرة. أهلا وسهلا بك. يعني بعد أن أعلنتم انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة تحت وطأة هذا القصف الإسرائيلي المتواصل وندرة المساعدات التي تدخل وأيضا ارتفاع عدد الشهداء والمصابين، ما المتوقع في هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا الفلسطيني من هذا العدوان وهذا التطور الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي بإحداث تطهيرا عرقيا في قطاع غزة، حيث بات العدوان الإسرائيلي لا يبقي ولا يذر في البشر والحجر والشجر. منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن ما يزيد عن 688 مجزرة ارتكبت تحت العوائل الفلسطينية حتى هذه اللحظة. الأمر الذي رفع حصيلة هذا العدوان حتى اللحظة إلى 6564 شهيدا، منهم 2704 طفلا و1584 سيدة و364 مسن، إضافة إلى 17440 مواطن أصيبوا بجراح مختلفة. اللافت أن الاحتلال الإسرائيلي يوهم الناس بأن المناطق الجنوبية أكثر أمنا، وإذا به يقوم بذبح هذه المساكن على رؤوس ساكنيها. واللافت أن من ضمن الإحصائيات أن 65% من ضحايا العدوان الإسرائيلي كان متركزا على منطقة جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي أكثر ضحايا منها ومصابين. وبالتالي هذا خداع من الاحتلال الإسرائيلي. نحن اليوم في المنظومة الصحية أعلننا انهيار المنظومة الصحية بشكل تام، وهذه المنظومة اليوم لا يمكن لها أن تقدم أي خدمة صحية للجرحى والمرضى في قطاع غزة، وأن فتح أبواب هذه المستشفيات لا يعني على الإطلاق أنها تقدم خدمة ذات قيمة أو سليمة لجرحى العدوان الإسرائيلي عوضا عن المرضى. ولذلك نحن الآن لدينا ما يزيد عن 7000 مريض وجريح في مستشفيات قطاع غزة، منهم على الأسرة ومنهم من ضاقت بهم الأسرة ويفترشون الأرض. سيد أشرف، عن هذه الحصيلة إلى أي مدى هي مرشحة لأن تكون لترتفع في ظل أولا صعوبة فرق الإنقاذ إلى وصول إلى الوصول إلى الجرحى والأشخاص تحت الأنقاض، ومن ناحية أخرى إلى بسبب تعقد والإصابات البالغة في المستشفيات؟ الأمر له وجهان. الوجه الأول أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز للأحياء السكنية، وذلك لرفع فاتورة ضحايا العدوان الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك هو يحدث دمارا هائلا في البنية التحتية في قطاع غزة، مما عمل طواقم الإسعاف والطوارئ وطواقم الخدمات الطبية وطواقم الدفاع المدني بشكل لافت. وهذا يعطي دلالة بأن الاحتلال الإسرائيلي يعيق وصول هذه الخدمات وهذه الطواقم لانتشال جثث الضحايا أو انتشال المصابين، وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يريد رفع فاتورة هذا العدوان بمزيد من الضحايا. على الوجه الآخر هو يقوم بتقويض منظومة الخدمات الصحية في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان، حيث يدرك تماما بأن المنظومة الصحية مهترئة وهشة للغاية بفعل الحصار الإسرائيلي، وإذا به يقوم بإغلاق قطاع غزة بشكل كامل، يمنع إدخال أي مواد طبية إلى مستشفيات قطاع غزة قاطبة، يمنع إدخال الوقود، يمنع إدخال الكهرباء، يمنع المياه، وتتسبب في نزوح مئات الآلاف باتجاه المستشفيات والمدارس. وبالتالي هناك مشكلة حقيقية باتت في قطاع غزة، وهي أولا عدم توفر أي خدمة صحية في كل مستشفيات قطاع غزة، والمنظومة الصحية انهارت بالفعل. الطواقم الإسعافية إن بقيت صامدة واستطاعت أن تنتشل جرحى واتصلهم إلى المستشفيات، هؤلاء يبقون على الأرض لأيام طويلة لا يوجد لهم أي تدخل طبي. إضافة إلى أن هذه الأعداد الهائلة من النازحين بدأت تنتشر فيهم الأوبئة والأمراض المعدية، نعم. إضافة إلى أنها تشكل ضغطا هائلا على المنظومة
منظومة صحية، وربما تسبب أيضا مشاكل صحية على الجرحى، خاصة من الحالات ذات الجروح المكشوفة أو الحروق المنتشرة وفق استخدام إسرائيل لأسلحة غير معتادة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. كنت شكرا.